السلام عليكم، رينو ميغان 2021 هي تغطيتنا لليوم. سيارة كفئة تدخل مع الكوريلا، الإلنترا، الهوندا سيفيك وأيضا الكيا سيراتو كأبرز منافسين. بالنسبة للضمان وأسعار السيارة واضح أمامكم. وجدت السيارة وأبرز المواصفات بداية بال اي دي مميز على السيارة. طبعا الإضاءة الأمامية بتكون عدستين منفصلة العالي عن الواطي فل LED. كشافات الضباب بتكون معنا هالوجين واربع حساسات من الامام. من الجنب بدايه بفول تنك السياره حوالي 50 لتر. صرفيه السياره 16.6 كيلو لتر بنزين واحد. نوع البنزين 91. مقاسات الجنوط او الكفرات 225 بروفايل 40 والجن 18 انش بشكل رياضي. اطار كروم اسفل الزجاج. المرايه يكون عليها غمازات بلون السياره وعليها ايضا اضاءه ترحيبيه ودخول ذكي موجود في السياره. طبعا بدايه بالشنطه، مجرد تمر رجلك تحت الصدام راح تفتح معك الشنطة بصورة تلقائية. سعة الشنطة 520 لتر. عندك تلبيس بشكل جميل في السيارة، التكفيل أكيد بيكون يدوي في السيارة. يكون عندك ميني جناح، إضاءة خلفية معانا LED في السيارة، كاميرا خلفية، أربع حساسات. طبعا عندنا حساسات جانبية، اثنين على اليمين اثنين على اليسار للأوتو بارك، مخرج شكمان بالشكل الرياضي في الخلف. محرك السيارة محرك رباعي الأسطوانات حجم 1.6 لتر أو 1600 سي سي، تنفس طبيعي يولد 115 حصان، والعزم 156 نيوتن متصل مع جير سي في تي. على موديلات 2020 يتوفر محرك 2000 سي سي بقوة 140 حصان وعزم 193 نيوتن. أيضا الجير بيكون سي في تي في السيارة. بالنسبة لريموت السيارة أشبه بالكرت في شعار رينو من الخلف. من الأمام عندنا أربع أزرار، فتح السيارة، تكفيل السيارة، وعندنا تشغيل الإضاءات أو فتح الشنطة، كأربع أزرار متوفرة على السيارة. الشيء المميز في المفتاح أنه أول ما تقرب من السيارة راح تفتح معك السيارة من دون ما تلمس أي شيء، مجرد ما تبعد عن السيارة راح تقفل معك السيارة بصورة تلقائية. بداية بزاوية الدخول في السيارة كويسة. طبعا الكرسي راجع لآخر شيء، طوله 178 سنت والركب ملامسة، لكن في حال أنك سقطت الكرسي زيادة ما راح أقدر أجلس في الصف الخلفي. طبعا فتحات التكييف، مخرج طاقة موجود معنا تحت، مسند وسطي، حاملات أكواب موجود في السيارة، إضاءة في السقف باللون الهالوجيني أو اللون الأصفر في السيارة. مقصورة السيارة صراحة جمعت بين الفخامة والبساطة وترتيب الألوان في السيارة، طابع أوروبي بشكل عام. يعني السيارة صراحة داخلية بسيطة جميلة مرتبة. اليسار عندنا التحكم بالزجاج، زجاج كامل فل أوتو في السيارة. من هنا تأمن الزجاج الخلفي من الأطفال. المراية طبعا طي كهربائي او طي اوتو. عندك التحكم بالمرايات ايضا كهرب في السيارة. التحكم بمستوى الاضاءة موجود هنا في السيارة. طبعا التحكم بفتحة البنزين والشنطة كهرب، لتحت شنطة، فوق فتحة بنزين. بالنسبة للدركسون بيكون تلسكوبي في السيارة. بالنسبة للدركسون جلد مطرز زي ما شايفين، وعليه لمسات بالكروم. طبعا عندنا التحكم بالشاشة الوسطية الموجودة في السيارة، بالاضافة الى البلوتوث، رد الاتصال، فصل الاتصال، وايضا الاوامر الصوتية على اليسار. التحكم بباقي اعدادات مثبت السرعة. طبعا المساحات توفر عليها اوتو، ومن هنا تتحكم بالصوت والسورس بشكل عام والمحتوى الموجود في السيارة. طبعا الاضاءة ايضا توفر عليها وضعية الاوتو. لوحة الاعدادات بسيطة على اليمين، عندنا البنزين على اليسار، الحرارة في الوسط، عندك شاشة تعرض لك معلومات زي دوران المحرك والسرعة وغيرها. طبعا لها اربع انماط. طبعا نشوف نمط الان، وهنا عندنا النمط الثاني. طبعا تشوف الشيء اللي يناسبك فيهم والشيء اللي عجبك في الاربع انماط، لكن أنا اكثر شيء عجبني النمط الاول في السيارة. طبعا عندك على اليمين هنا شوفه تغير معاك البوصلة والوسائط وغيرها. طبعا عندك ايضا المتوسطات موجودة تحت هنا في الشاشة السيارة والتنبيهات والاشياء اللي تحتاجها في السيارة. بالنسبة للشاشة بحجم 8.7 انش متصل مع 8 سماعات. طبعا توفر فيها خرائط وابل كار بلاي، اندرويد اوتو، بلوتوث، يو اس بي اوكسيلري، كله متوفر في السيارة. طبعا متصلة مع 8 سماعات في نظام الصوتي. نقدر ندخل على مثلا الاعدادات، عندنا نظام تقدر تضيف ملف تعريف في السيارة، تتحكم بالعرض وسطوع الاشياء اللي تحتاج ترتيبها كاللغة وغيرها. عندنا المركبة هنا، من اهم الاشياء اللي موجودة وهي الاضاءات المحيطة. توفر معانا بخمس الوان، عفوا خمس الوان مختلفة. تقدر تتحكم بقوة الاضاءة من هنا اللي تحتاجها في الاضاءات المحيطية الموجودة على مقصورة السيارة. نرجع على الشاشة الرئيسية ونجرب عندنا الكاميرا الخلفية، طبعا مع خطوط تفاعلية تساعدك في الركن. بالنسبة للجير سي في تي، ولكن يتوفر فيه وضعية التبترونيك في السيارة. طبعا عندك مخرج ولاعة يو اس بي هنا موجود للابل كار بلاي واندرويد اوتو،
ايوه اكس موجود، ويو اس بي للشحن موجود، ومساحه للتخزين في السياره. طبعا من عندك الاوتو بارك، تتحكم في الاوتو بارك راح نشرح عليه، وعندك وضعيه الايكو، التحذير الرباعي والسنتر لوك موجود في الوسط بصوره جميله، بدل ما يكون عند باب السواق والراكب خلاص في الوسط، كل اللي في السياره يوصلوا للسنتر لوك في السياره. عندنا فينجر بريك او فرامل ايد الكترونيه، مثبت سرعه كذا ومحدد سرعه على اليمين. طبعا عندك حاملات اكواب تقدر تتحكم بالحجم حقها وتقدر تغطيها بصوره بسيطه. طبعا المسند يتحرك الى الامام وللخلف، وعندك مساحه تخزين في الداخل تعتبر بحجم جيد او جيد جدا على فئه السياره. شماسية عند السائق بيكون عليها مراية مع إضاءة، ونفس الشيء مع الراكب، مراية مع إضاءة متوفر في السيارة. عندك إضاءات هنا باللون الأصفر، والتحكم بفتحة السقف في السيارة، وهنا تنبيهات حزام الأمان. طبعا عندك مراية مع تعتيم تلقائي. بخصوص أنظمة السلام والأمان، قبلها ندخل على الخامة، طبعا جلد مخرم ومطرز في السيارة. مقعد السائق والراكب كله بيكون يدوي، هنا 6 وضعيات، وهنا الراكب 4 وضعيات. طبعا عندك مساج على كرسي السائق ب3 وضعيات، تقدر تختار الشيء اللي يناسبك بالمستويات اللي تشوفها مناسبة لك. بخصوص أنظمة السلام والأمان الموجودة في السيارة، بيكون عندنا نظام تراكشن كامل، مانع انقلاق، مانع انزلاق، توزيع إلكتروني، ثبات إلكتروني. طبعا حساسات أمامية، خلفية، جانبية، كاميرا خلفية، عندك نقاط عمياء، عندك تثبيت مقاعد الأطفال، مراقبة ضغط الإطارات، إرباقات كاملة في السيارة، حتى في سيفتي على الزجاج، يعني مثلا إذا في طفل انقفع على إيده ولا شيء يرجع معاك الزجاج على طول بصورة آمنة من غير ما يأذي الشخص اللي دخلت إيده في الزجاج. ما شاء الله كسيفتي السيارة فيها أشياء جدا جميلة وبطلة. طبعا مكيف السيارة مناخين، بارد حار، تتحكم فيه من الشاشة، عندك فرارات تتحكم فيها بالبرودة أسفل الشاشة. بالنسبة لدفع الهواء كويس، برودة المكيف أيضا كويسة في السيارة. طبعا بالنسبة لعزل السيارة راح نقيسه عن طريق برنامج الساوند ميتر، الآن على سرعة 90 كيلومتر، كمتوسط 62 ديسيبل السيارة كإزعاج في السيارة أو كنويز داخل على السيارة، على فئتها يعتبر طبيعي. طبعا السيارة ما هي سيارة تسارع ولا هي سيارة أداء، ولكن ناخذ انطباع سريع عن السيارة بتسارع ونشوف في نشاط السيارة. طبعا الشيء اللي شايف انه السياره دائما او الجير دائما بيحاول انه يهدي دوران المحرك، فيعطيك نعومه في المحرك، وايضا الدوران تلاقي دائما بين 1000 و2000 دوره في الدقيقه، فتحس دائما انه السياره ناعمه وما في ازعاج من المحرك. خلونا ناخذ تسارع ونشوف نشاط السياره. طبعا طفيت المكيف، السياره على وضعيه التكترونيك، ما فيها سبورت على اول غيار، ناخذ فول ثروتل. صراحة ما شاء الله بطلة. طبعا طريقة ركن التلقائي بكل بساطة، اضغط على الزر الموجود هنا، راح تفتح معك الشاشة، راح تطلع لك 4 خيارات من المواقف، شوف الموقف اللي يناسبك او يشابه الموقف اللي امامك. انا الان امام الموقف اللي هنا، راح احط اشارة يمين عشان احدد للسيارة انه الاتجاه يمين، وابدا اتحرك بكل بساطة. يلا بعد كده راح تعطيك اتجاهات، تقول لك ترس الرجوع، راح تحط ترس الرجوع. بعد كده شوف السيارة، هي من نفسها راح توقف، ما لك شغل فيها. كل اللي عليك تنتبه إلى التوجيهات الموجودة في الشاشة، هي راح تنبهك لأشياء معينة. ستوب. الحين حط إلى الأمام. شوف السيارة تعدل نفسها. أنت كل اللي عليك تتحرك للأمام. أول ما يطلع لك ستوب هنا تقوم توقف، حط ريوس، شوفوا في الكاميرا كيف قاعد تضبط. بعد كده هي حتضبط نفسها، توقف السيارة بصورة تلقائية بدون ما تلمس أي شيء خلاص. في الختام أرقام التواصل مع الوكالة، الويب سايت، اللوكيشن كله راح يكون موجود في خانة الوصف، أيضا حساباتنا راح تكون موجودة
في خانة الوصف. لا تنسى تشترك، تدعمنا بلايك ورأيك عن السيارة في تعليق. ختاما، في أمان الله.